هل من نصيحة للشباب الذين يدخلون في شبكات الانترنت ويطعنون في العلماء والدعاة؟ هل ايه؟ نصيحة للشباب الذين يدخلون عبر شبكات الانترنت ويطعنون في العلماء والدعاة، خاصة علماء هذه البلاد. الشباب وغيرهم عليهم أن يتقوا الله ولا يقعوا في أعراض المسلمين، العوام والعلماء، كل مسلم لا يجوز اغتيابه ولا يجوز الطعن في المسلم والعلماء بالخصوص، لأنك إذا طعنت في العلماء فإنك تزهد الناس فيهم وفي علمهم، فيحصل بذلك الفساد، يحصل الانفصال بين العلماء والعامة، فهذا مكيدة من الشيطان، شياطين الإنس والجن الذين يقعون في إعراض العلماء ويعلنون ذلك، يعلنون ذلك في الصحف أو في المجلات أو في الإنترنت أو غير ذلك، فإنهم يكونون من المفسدين الذين يريدون أن ينزعوا الثقة من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب احترامهم والدعاء لهم، ترغيب الناس في الأخذ عنهم والتعلم منهم، هذا هو الواجب.